أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين، ومن جمال الطبيعة راح ننتقل معكم إلى الديكور. زي ما بنعرف إحنا هلأ قرب يخلص فصل الشتاء وبلشنا فصل جديد، وستات البيوت بلشوا يرتبوا بيوتهم ويغيروا فيها بحيث إنه يطفوا رونق جديد، يعني نوع من أنواع التغيير خلينا نحكي. وأهم إشي بفكروا فيه ستات البيوت اللي هي الكلفة، صحيح. عشان هيك استضفنا اليوم معنا الأخصائية ومصممة الديكور مي عناتي عشان تعطينا أفكار بخصوص هاي الديكور. أهلا وسهلا يسعد فيك مي. صباحكم، يعطيكم العافية. صباح الله الخير. يعافيك. أهلا وسهلا فيك. زي ما تفضلت حضرتك إنه هلا كل واحد بده يغير ديكور بيته لازم يفكر أول شيء بإيش؟ بالكلفة. فطبعا كلياتنا من مين إنه نغير إشي حلو كتير بس كلفتنا تكون قليلة. بالضبط. طبعا إحنا تغير الموسم من شتاء الالوان لازم تتغير من الشتاء للصيف. موسم الربيع طبعا كله مليان الوان، بتحس انه حتى السنه نازله الالوان الكتيره في الديكورات. ايش الالوان اللي بتحاكي الربيع والطبيعه؟ طبعا هي الوان الربيع، يعني عم نحكي عن الوان مثلا الزهر، البينك، الموف، هاي الالوان حلوه كتير في البيت هلا. هذا اذا واحد بيميل طابعه للمودرن بحط هاي الالوان، في ناس لسه مصره على الكلاسيك، الكلاسيك حلو كتير بس صار الكلاسيك كمان يدخل فيه الوان برضه فاتحه وحلوه كتير. بس انا من الناس المحايده، يعني اللي بحب دائما اللون اللي فيه ابيض، هاي الالوان دائما بتحسها محايده وموجوده طول السنه ما بتتغير. بس في ناس بتحب يعني تغير من الوان صيفيه وشتويه، ويعني واللي هي كتير منيحه وحلوه. صحيح يعني. مي. هلا معظم الناس بفكروا انه انا بدي اغير ديكور اهم شيء عندي انا اغير العفش. صح. بس في افكار جديده للجدران، صح. خلينا نحكي يعني. صح. هلا مو معناته انا بدي اغير ديكور بيتي لازم اقيم طقم الكنب، اجيب بالضبط. غرفه نوم. لا، بقدر اعمل لمسه خفيفه عن طريق مثلا اغير حيطه زاويه، ممكن احط شجره، ممكن اغير لون السجاده، اغير بس السجاده يعني، او احرك من مكان لمكان. بس احلى شيء هو تغيير الحيطان فعليا، وما وقف على ورق الحيطان. صار في اشياء جديده نزلت، مش بس بالوول بيبر واللي الناس بتخاف منها، لانه بقول لك انا بحط وول بيبر ممكن انه ينقم مع الوقت من الرطوبه. عم نشوف هدول موديلات قاعدين. هدول موديلات 2017 حضرتهم في المعرض، مش بالاردن. هاي جدران صح؟ هاي جدران كلياتها، بس بدي احكي عنهم شوي شوي. هلا في اشياء بنسميهم مخدات الحيط، كوشنز، بتيجي مقاسات اللي هي 40 في 40 50 في 50 على خشب اسمه ام دي اف، بتتلبس عليه جلده مع اسفنجه، فعشان هيك سميناها مخدات. بتيجي بديزاين ولون معين، بندخلهم بفرن حراري، بنشكلهم، وبناء على طلب الكاستمر الزبون نختار اللون اللي بيبقى في الغرفه. تكلفتها؟ تكلفتها زي اي وول بيبر، عرفت؟ زي اي وول بيبر، بس الحلو فيها انها بتتلزق بجلو بصمغ معين، وممكن تغييرها من فتره لفتره. طبعا يعني بتنقم، بتنقلع، بتزبط الحيط، تندهن من اول وجديد، وبنرجع بنغير الموديل، ما عندنا مشكله. هذول عينات موزايك بس الموديل الجديد. صار عندنا ميتاليك موزايك اللي هو الوان الذهبي والفضي. طبعا هاي الالوان الموجوده الذهبي والفضي بتكسر اللون كامل، يعني تحسها برضه محايده. هاي ايش بتزبط اكثر؟ يعني غرف معيشه، غرف خلينا نحكي هلا هي بيوف. شطاره مصمم الديكور يعني، وين هي بتنحط في كل مكان، بس شطارته كيف يظبطها انها تلبق على غرفه نوم، تلبق على غرفه صالون، على غرفه اكل، فبضل كيف بدي احط مثلا فريم حواليها. حطيت فريم حواليها شكلتها، معناته انا عملتها شيء كلاسيك بتنحط في صالون. هلا اذا حطيتها في غرفه نوم بدي اخفف اللود عليها يعني شوي، بس بحط الموزايك بشكل ناعم يعني. يعني هلا باكثر شيء بتميز فيه غرف خلينا نحكي الاطفال. ممكن هاي الافكار اللي عندكم. كوشنز، بس الكوشن يكون شكلها شيء له علاقه بغرفه الطفل مثلا، لانه هي بتنرسم وبتنحط بكل الاشكال والالوان. هذول الكوشنز ضروري نغير العفش معها ولا ممكن؟ لا لا لا، يعني ما انا بحكي لك هي بتتركب حسب الزبون ايش بده اللون نعمله عشان يلبق على الطقم، ما في داعي نغير، احنا بنغير على الكوشن، بنعدل على الكوشن، على المخدات تاعون الحيط. نشوف هاي مثلا. هذول ستانلس ستيل، صرنا نستعمل ستانلس ستيل. مادة الستانلس ستيل نفسها يعني. اكزاكتلي، الثيكنس تبعها هو 0.5، بتيجي على شكل الواح متر 22 مترين و44، بنقصهم وبنشكلهم. هلا المخرم من هذا النحاس بيجي الثيكنس شوي اعلى، لانه لما ينقص عند الحداد او شيء لازم يكون الثيكنس تبعه 0.8 اعلى شوي. برضه هذول بنستعملهم مع فريمات، بنحطهم زي قواطع بارتيشن بقلب الصالونات، بقلب الغرف. حلوين هذول برضه، ديزاين من الكوشنز اللي عم بحكي عنهم والموزايك. هلا طيب انا كمثلا زبون وشفت بدي اغير، كيف ممكن هلا انا اتواصل معكم او مثلا
ايش التكلفة المادية حسب بناء على الستانلس بفرق مثلا عن طبعا هلا شغل القماش عن الستانلس، اي ما هو شيء؟ اسمه ستانلس ستيل مثلا، الكلفة فيها لأنه أول إشي بدنا نوديه على أكثر من مكان، أكثر من حدا بده يشتغل فيها. مثلا الكوشنز لا، إحنا شو بنعمل؟ موجودة أوريدي، بس بنعمل اللوح والقالب والشكل، ما بتكلف قد الستانلس ستيل، يعني حسب الماتيريال وحسب السايز الموجود عندك في البيت. حجمها مثلا لو حكينا على جدار 3 ب 4 مثلا، يعني ما انا عم بحكي لك هي الواح لها سايز معين ما عم بتغير ستاندرد. آه هي متر و22 بمترين و44، فاحنا لما نقص نطلع على الحيط ما بنحط اللوح كامل، لانه هو سايزها اصلا الستاندرد متر و22 مترين و44، يا يعني بنقص قواطع بنعمل حواليها فريمات، يعني بنقص اللوح من النص او حسب الاعداد اللي نقدر نعملها، او بتحط اللوح بالنص وبنعمل حواليه فريم او موزايك يعني او مرايا. فانت يعني بتلعب في الالواح عن طريق الديكورات اللي حواليها كمان. يعني ممكن ما تلغي انت مثلا، خلينا نحكي لون الجدار الاصلي، ممكن تضيفي عليه انت هاي الكوشن بالضبط، هي بتتركب وتزيني. فوق الجدار يعني صحيح. زي خلينا نحكي البراويز اللي بنعرفها في حياتنا يعني اليوميه. صحيح صحيح. وتكلفتها الماديه خلينا نحكي في متناول الجميع. يعني انت بتختار وصراحة الحجم. احنا كلياتنا بنحب نغير ويكون السعر حلو، اهم شيء يعني احنا بنركز فيه. صحيح. انه يكون هم في الناس متناول الجميع. بيخافوا انه لما تنزل ماتيريال جديده معناته هي غاليه، لكن فعليا هي ما بتكون غاليه، بتكون موجوده زي الباقي، بس انه احنا بنحدث. طيب كيف شايف اقبال الناس على تغيير من ورق الجدران خلينا نحكي للكوشن زي ما شفنا؟ يعني في اقبال الناس؟ طبعا، لانه فكره جديده انا شايفها. بالضبط، يعني لانه كل واحد بحب يحط شيء مميز عنده، شيء غريب، ولانه الكوشنز اشياء جديده فالناس كلها بتميل لها صارت. يعني بما بعدين احنا عندنا اللي بحط شغله وبنشوفها وبتعجبنا بنصير نعمل نفس الشيء، لانه بتدرج عندنا بتصير دارجه. فانا يعني كحدا بشوف اي شيء جديد بحب اركبه الي، احكي عن حالي، كل الناس صارت تعمل هيك، تحب انه يكون عندك شيء مميز في بيتك. اكيد. هلا الفكره هاي الجديده اللي شفناها قد ايش صار لها تقريبا ماشي عندنا بالمجتمع الاردني؟ والله بصراحه تقريبا سنه لها سنه. طيب لكم تسويق معين مثلا بتسوقوها عن طريق خلينا نحكي مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا هي عن طريق شركتنا، صفحتنا موجوده على الفيسبوك والانستغرام، بيقدروا الناس يلاقوهم. طيب ايش حبيت تحكي لنا اخر شيء هسه عن هلا في نازل كمان جديد على الجدران، صار عندنا اللي هو الوول بيبر، ما مش ماتيريال عاديه، صرنا نستعمل للوول بيبر اللي هو القماش، ورق حيطان قماش مطرز، يمكن مرقت صوره من الصور من ضمن الصور، اللي هو ورق حيطان عليه قماش مطرز، بيجي هذا رولات طويله مترين و88 عشان يكون قد الحيط، بس احنا برضه بنقصه ورق عادي قماش ونركبه على الحيطان نحط حواليه براويز. طبعا مي السؤال اللي انا بتاكد انه موجود هلا عند كل هلا هو هذا هو بالضبط، ورق حيطان مطرز بس من القماش. طيب السؤال اللي انا متاكد انه كل اللي بيشوفونا قاعدين هسه بيسالوه، انه تنظيفه، لانه ستات البيوت كمان بهمهم انه المنظر يكون حلو، كمان سهل انه يتنظف. هلا كيف طريقه تنظيفه خاصه زي اي قماش؟ الكنبايات مو لها ماتيريال بننظفها؟ بس الكنبايه انت عم بتفك الوجه وعم تنظف. لا لا لا، هلا صار في دراي كلين بيجي ولا دراي كلين، في رشاشات معينه وانت قاعد بس بترشها وبتمسح. يعني قصدك انت هلا ورق الجدران القماش ثابت؟ ثابت، ملمسه كيف بكون عادي بتلزق بالصمغ بالجلو زي اي ورق حيطان عادي. بالضبط، هو عشان الفكره الجديده انا عم بستفسر عنها. عمليه تنظيفه لها بخاخات معينه بتنبخ على الحيط وبتتنظف وتمسح. والكوشن؟ والكوشن نفس الشيء، هي جلد. فاذا مسحتها بمي مسحتها بممسحه عاديه عادي ما في مشكله. يعني تنظيفها سهل، فيعني بنطمن احنا ستات البيوت انه تنظيفها كمان انه سهل وسعرها في متناول الجميع، وكمان مناظرها زي ما شفنا حلوه. مي كلمه اخيره حابه تحكيها؟ انه اي حدا بيحب يغير ديكور بيته ما يفكر بالكلفه، يتشجع على الالوان حسب الرغبه هو بيطلبها، وبتعرف انه اي واحد بحب يغير من الوان من محايده لمش محايده، اعمل اللي بدك اياه لانه هذا بيتك مش بيت حدا ثاني، فاتصرف باللي بيريحك. اهلا وسهلا فيكي مي، وشكرا على هاي الافكار الجديده صباحكم. والحلوه، وبتمنى كمان انه يعني تلاقي رواج في المجتمع، لانه بالفعل زي ما شفنا مناظرها على الشاشه كثير رائعه يعني. شكرا، ويعطيك العافيه، وبتمنى لك التقدم والاستمرار.